السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من اليونان لألبانيا اذا قلنا ركبنا تاكسي للحدود وباخرة، يعني ركبنا باخرة نحن من كوس لشو اسمه 60 يورو لأسينا، ومن أسينا 180 يورو تاكسي و70 يورو اكل. وصلنا ألبانيا، من ألبانيا اخذنا تاكسي للحدود ب 40 يورو ومصاريف هيك 30 يورو، هاي 70 يورو من ألبانيا لحدود مونتينيغرو. هاي من مونتينيغرو، بعد ما وصلنا مونتينيغرو، من مونتينيغرو من الجبل الأسود يعني للبوسنة والهرسك من 70 يورو ل 100 يورو تقريبا، لأنه ركبنا نحن سرفيس على باص يعني على منطقة بليفيا، ومن بليفيا ركبنا من بليفيا ركبنا تاكسي على الحدود على البورتر. طبعا ما وصلنا للحدود كافي، وصلنا للحدود تاكسي ونزلنا قبل الحدود ب 14 كيلومتر. المهم وصلنا البوسنة والهرسك، بعد ما وصلنا البوسنة والهرسك من البوسنة والهرسك لشو اسمه لكرواتيا، هون كانت المحاولات الكثيرة والعذاب والتعب والشنطة، كانت كل محاولة أحيانا تكلفنا 200 يورو أحيانا 250 يورو. طلعنا نحن من سراييفو ب 40 مارك يعني بشي 20 يورو، ب 20 دولار تقريبا يعني شي 20 يورو 15 يورو لبيهاج، ومن بيهاج صرت أحاول شي من بيهاج شي من بفليكا كلادوشكا أركب تاكسي وأطلع الحدود. كل مرة أركب تاكسي وأطلع الحدود، كنت أدفع للتاكسي بحدود 10 يورو لمن يأخذني على الحدود. هذا الحكي من البوسنة والهرسك، ومن البوسنة والهرسك بس أوصل الحدود أكون أخذ معي أكل وشرب ولبس كذا يعني لبيهاج، ومن بيهاج صرت أحاول شي من بيهاج شي من بفليكا كلادوشكا أركب تاكسي وأطلع الحدود. كل مرة أركب تاكسي وأطلع الحدود، كنت أدفع للتاكسي بحدود 10 يورو لمن يأخذني على الحدود. هذا الحكي من البوسنة والهرسك، ومن البوسنة والهرسك بس أوصل الحدود أكون أخذ معي أكل وشرب ولبس كذا يعني كلفني، كانت كل محاولة بحدود 200 يورو، وفي محاولة محاولات كلفتني 200 يورو وكلفتني شغلة تانية بس مجانية، كلفتني قتلة مرتبة مع كفين هيك حلوين مع كف حلو. وكانت الدنيا برد كتير 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 مش شوي يا شباب، هم من فوق البرد أجي يفتشوا فينا ويعذبونا. فقال لي افتح الجاكيت، ما فتحت الجاكيت، قلت له ما في شي معي، أجا كبسني كف قال لي افتح الجاكيت أوبن، قلت له أوكي أوكي خلص أوبن، ها فتحت له ما استرجيت افتح تمي بكلمة. المهم وبالأخير وصلنا سلوفينيا، من سلوفينيا لإيطاليا كلفتني 10 يورو، من إيطاليا لميلانو ضمن إيطاليا يعني داخل إيطاليا 32 يورو بالقطار، من سلوفينيا لحدود إيطاليا ركبت قطار ب 10 يورو، وبعدين مشيت ماشي 15 دقيقة وبعدين دخلت إيطاليا، وبعدين أخذت ب 32 يورو شو اسمه القطار على ميلانو، من ميلانو ركبت القطار كمان ب 55 يورو على فرنسا نيس، ومن فرنسا نيس ركبت قطار ب 70 يورو على باريس، ومن باريس ركبت تاكسي ب 30 يورو على شو اسمه على بلجيكا، ومن بلجيكا ركبت قطار ب 57 يورو او 67 يورو على هولندا.